صادق حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واصدر قانون قانونا رقم واحد لسنه 2024 بتعديل الماده الاولى من المرسوم بقانون رقم عشرة لسنه 1976 في شان الاسكان بعد اقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه. يستبدل بنص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الاسكان النص الاتي: تتولى وزارة الاسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم الخدمات الاتية: الحصول على مسكن عن طريق التمليك او التأجير، تمويل شراء او بناء او ترميم مسكن، الحصول على قسيمة سكنية، وذلك عن طريق اي من البرامج الاسكانية التي تقدمها الوزارة. ولوزير الاسكان اضافه اي خدمات اخرى تهدف الى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين